طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية لالتزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين. وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان له إنه يتابع عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد، ويهيب بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية وبعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.